طبعا هذه المنقيه لعبد الله ابن مطلق ابن ناصر القريني، تدخل الان للعرض امام لجان التحكيم. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. اسم المنقيه مرهبات ومرهبات يا مرهبات، هذا الدخول القوي الان في الميدان. طبعا واسم هذه المنقيه هو المطرقين على الفخذ من يسار، كما هو موضحها المصور ومخرج البرنامج. ايضا شاهدها الرقمه تحت الوسم على الفخذ من يسار. المتسابق القادم والمنقية التي تحمل الرقم 50 اسم المالك تركي بن سعد بن سويد الحقباني الدوسري، وصبحك الله بالخير يا بن تركي، وعسى فالكم التوفيق يا هالمتعبات، وتعبتوا في المشتريات، شديتوا الشوط وحمستونا انتم وجميع الملاك، وعسى فالكم التوفيق ان شاء الله. هذا 45 اسم المالك عبد الله بن عبد الرحمن بن ناصر العقيل، اسم المنقية العقيليات والعقيليات، وهذا الدخول القوي ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا وسم هذه الإبل واسمها الحلقة، ومطرق فوق معترض، وصبحك الله بالخير يا راعي العقيليات، وعسى فالك التوفيق والنواميس بإذن الله. طبعا لازلنا نتابع عرض العقيليات هنا مع رقم المنقية 102 النايف بن نماس بن محبوب السميري، اسم المنقية الطوافح، والطوافح دخلت الآن في الميدان. طبعا واسم الإبل هو الدلو على المخدع من يسار، شاهدها مطرق خلفه من يسار. طبعا أغلب الإبل المشاركة في هذه المنقية جل، وهذا هو الصباح، وصبحك الله بالخير يا مناحي ابن محمد ابن فهد القحطاني يا راعي الحاكمات، عسى فالك التوفيق ان شاء الله. نتابع دخول الحاكمات القوي وعرضها امام لجان التحكيم، وما شاء الله شاهدنا العرض السابق ولا زلنا مستمرين. رقم المنقية القادمة تحمل الرقم 411 العبود بن هريسان بن ناصر المقاطي، اسم المنقية الرهاويات، ونتابع دخولها ونتابع صاحبها في الشاشة الخلفية من الميدان. المنقية القادمة تحمل الرقم 413 المعيض ابن فالح بن سعيد العرجاني، ودخولها القوي في ميدان جائزة الملك عبد العزيز. هذه المنقية المعيض بن فالح بن نوضة العرجاني، طبعا اسم المنقية منقي صبحك الله بالخير. المنقية القادمة تحمل الرقم 231 طياحات لسلمان ابن محمد ابن مصلح المطيري، نسمع حماس الجمهور الكبير، وهذا الدخول القوي للطياحات في ميدان الجائزة، وما شاء الله تبارك الرحمن طياحات، هذا الدخول القوي القهارات، وصبحك الله بالخير يا فضة بن عايش، وعطني اللقطة على مالك الإبل، وصبحك الله بالخير يا فضة بن عايش بن فضل القمي، وعسى فالك التوفيق، تعبت في المشتريات والإنتاج، وعسى فالك إن شاء الله التوفيق والنواميس لك ولجميع المشاركين. نشوف حماس الملاك، نشوفهم شايشين مع البل ومع عرض البل، وهذه هي النواميس يا ملاك الإبل، وعسى فالكم النواميس بإذن الله. ونتابع هذا العرض وهذا الدخول القوي أيضا الدهامات لذعار ابن مترك ابن مطلق آل بريك، هذه المنقية وصبحك الله بالخير، وشايشين أهل الوضح، وصبحك الله بالخير يا ذعار، وعسى فالك التوفيق يا راعي دهامات. أنت وجميع المشاركين تتابع وتستمتع، وجميعنا نستمتع بهذا العرض وعرض الإبل، وهذه اللقطات الجميلة التي يختارها لنا مخرجنا طلال ابن مسلم ابن محمد ابن فارس راعي زحامات، واللي هو اسم المنقية. أغلب الإبل المشاركة دق، وفيها أيضا جل من سلالات الباتل، وفيها من سلالات الهدم. طبعا واسم الإبل وهي هوية الإبل التي يتعرفون عليها أهل الإبل، واللي توضح لنا إن شاء الله في اللقطات القادمة، اللي هي ثلاث مطارق مقرونة على رقبة من